السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جينا لكم بفيديو جديد وتمرين جديد. تمريننا لليوم كان، عم بقول كان لانه خلصناه هلا طلعنا من النادي، كان كتاف ومعده وكارديو بنفس الوقت. اول تمرين كتاف لعبنا تمرين كتف امامي، ركزنا على العضله الاماميه اللي هي هذا الجزء بالذات. لعبنا 5 جولات 12 عده كل جوله. لعبنا بس تمرين واحد كتف امامي لانه بكره رح نلعب صدر وتراي، وعشان هيك ما لعبنا تمرينين كتف امامي، لانه بالعاده مو بالعاده دائما لما الواحد يلعب تمرين صدر بيحرك بيستعمل كتفه الامامي، فلهذا السبب ما حطينا ضغط كثير كبير على الكتف الامامي وركزنا على الجانبي وعلى الخلفي. فتمرين واحد امامي 5 جولات 12 عده كل جوله. ثاني تمرين عملناه كان تمرين جانبي بالبار، صح مو هذا التمرين الثاني اللي نحن عملناه؟ لعبنا تمرين جانبي بالبار، لعبنا 4 جولات كل جوله 15 عده، بس كل 5 عدات كنا نثبت فيها فوق، يعني نلعب 1 2 3 4 5 بشكل طبيعي والخامسة نثبت فيها فوق لمدة 5 ثواني، ونعمل هذا الشيء 3 مرات، يعني بالنهاية 15 عدة كل جولة 4 جولات. التمرين الثاني كمان لعبنا كتاف جانبي بالدامبل، لعبنا 4 جولات ولا 3؟ عشان ما انسى، لعبنا 3 جولات 15 عدة كل ايد، وعملنا فردي، يعني 15 بالايد اليمين وبعدين 15 بالايد الشمال. بس بدي اياكم تركزوا هون انه الجسم منحني، يعني انا عم بنحني بزاوية على الجنب، عشان ليش؟ عشان الضغط بيزيد على الكتف الجانبي من فوق من الاعلى. ثالث تمرين بفتنا بقى بالكتف الخلفي، لعبنا اول شيء شو تمرين الخلفي؟ لعبنا بالدنابل، ايه سحب لورا، اوكي وبعدين الفتح، ايه. فثالث تمرين كان كتف خلفي، لعبنا 4 جولات ولا 3؟ 4 جولات. لعبنا 4 جولات كتف خلفي 12 عده كل جوله. اهم شيء بهذا التمرين تركزوا انه الصدر يكون مستقيم، والصدر يكون مرفوع لفوق، والظهر يكون مستقيم، والسحبه تكون من الاكتاف مو السحبه من الايدين، لانه الكتف الخلفي عضله كثير صغيره بدها تركيز عالي جدا. فعشان هيك لعبناها كمان 3 تمارين اليوم. ثاني تمرين كتف خلفي، يعني رابع تمرين هو بالاجمالي، لعبنا فتح 3 جولات 20 عدة، بس لعبنا نزلنا الوزن، رفعنا العدات، خلينا تركيز عالي جدا على الكتف الخلفي. لازم تحسوا بالحرقان تبع الكتف الخلفي بهذا التمرين، اوكي. اخر تمرين للكتاف كمان كتف خلفي، لعبنا سحب اللي هو فيس بولز. هذا التمرين لعبناه 3 جولات 15 عدة، وزن معتدل وتركيز عالي. لما تيجي السحبة لعند الوش في كبسة هون، بتوقفوا هون بهيدي الطريقة، والضغط بيكون كله على الكتف الخلفي. فهذا كان آخر تمرين كتف خلفي. بعدها بلشنا تمرين المعدة، لعبنا تمرينين معدة بس ما تفننا كتير اليوم بالمعنى. بالمعدة لعبنا تمرين أول شيء سفلي، بلشنا بالعضلة السفلية لأنه هي الأضعف، لعبنا 3 جولات 12 عدة، وبعدين رحنا لعبنا المعدة كاملة، وركزنا بهذا التمرين على الاسترتش، يعني بتشوفوني وانا عم بنزل عم بفتح ايدي وعم بنزل للنهاية وعم بسحب هواء قد ما فيني، ولما عم بطلع لفوق عم طلع هواء قد ما فيني، بحيث المعدة يصير فيها كونتراكشن، وركز على عضلة المعدة. بالعادة ما بنزل للنهاية، بس هذا التمرين هذا المرة عم ركز على الاسترتش للمعدة، عشان يعني كنوع مختلف، عشان دائما نوع من التمارين اللي انا عم بعملها، وما عود جسمي على طريقه معينه، خصوصا تمرين المعده، خصوصا لانه المعده عضله ما لازم تعاملها مثل ما بتعامل جميع العضلات، لا تهملها. المعده عضله جدا مهمه لانه هي المنتصف الجسم، هي اللي بتربط جسمك العلوي بالسفلي طبعا مع اسفل الظهر. فبس بعدها لعبنا 25 دقيقه كارديو على جهاز المشي، وهذا هو كان تمرين اليوم. نسيت شيء انا تقريبا؟ لا لا لا، خلي شقه طفيته عادي، رد شغل. طيب